احلى مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع الافلام. النهارده يا جماعه بنعمل فقره جديده في البرنامج بتاعنا، حابب اقترح فيها عليكم على افلام تحس ان هي ماتت كده من السينما او محدش بيسمع عليها وبتبقى حلوه جدا ومش معمول عليها ضجه زي الافلام التقيله اللي موجوده دلوقتي حاليا مثلا. ومعظم الافلام دي يا جماعه الصراحه هتبقى افلام قديمه الى حد ما. ليه يا ابو حميد؟ لان انا مقتنع ان اولد از جولد يا معلم. انا من ضمن البني ادمين اللي بيحبوا الافلام القديمه جدا يا جماعه، او الافلام مش القديمه اللي هو بقول لك فيلم في الستينات والسبعينات والكلام ده، بقول لك قديمه اللي هو من 20 25 سنه 30 سنه مثلا 10 سنين حاجات في الرينج ده كده. وافلام اكيد ممكن يكون معظمكم شافها او عارفها، بس في برضو اعتقد افلام ممكن ما تكونوش شفتوها. وشوف بقى يا معلم لما بتاع افلام يقترح لك فيلم، شوف بقى. فعلى ضمانتي الافلام دي يا جماعه، واهم حاجه في سلسله الحلقات دي ان انتوا تبعتوا لي سواء على الفيسبوك بيج او على الانستجرام بيج او من تحت في الكومنتات على الافلام اللي شفتوها من الافلام اللي انا هقولها دي. اصل اقول لك الصراحه يا معلم، انا بنبسط جدا لما بلاقي حد بيقول لي انا ابتديت اتسحل في مسلسل كذا بسببك مثلا، او انا شفت فيلم ايا كان ايه بسببك وعجبني جدا وانت كيفتني جدا يا معلم. فانا الصراحه الحوار ده بيكيفني انا برضو جدا. وطبعا قبل ما نخش في الحلقه دوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نخش في الحلقه. هبتدي الليسته دي يا جماعه بفيلم رقم 10، واتس ايتينج جيلبرت جريب. الفيلم ده يا جماعه نزل سنه 93. هل انت متوقع لو انا قلت لك ان الفيلم ده واحد من اعظم واحلى ادوار ليوناردو دي كابريو مثلا؟ ليوناردو دي كابريو يا جماعه كان طفل قد كده، طفل معجزه، وشفت اداء عبقري لطفل عمري ما شفته في حياتي، طبعا لما شفت الفيلم لما كبرت. لا وخد المفاجاه بقى لو ما كنتش شفت الفيلم، يعني الفيلم يا جماعه بطوله اساسا جوني داب، والفيلم بيحكي عن قصه جوني داب اللي هو قايم بدور جيلبرت، بيقوم بدور ان هو بياخد باله من الاخر من اسرته واخوه اللي عنده حاجه منتلي في دماغه، اللي هو قايم بدوره ليوناردو دي كابريو. يا جماعه انت هتشوف ملحمه تمثيليه وفيلم مش هتمل منه تماما. الفيلم ده يا جماعه العشاق الافلام الدراما الحلوه اللي انت تحب وانت قاعد كده في السرير بعد يوم شاق او صابح على يوم ويك اند تتفرج عليه انت ومراتك مثلا، انت وصاحبتك، الاسره كلها عامه. الفيلم حلو جدا ولو ما كنتش شفته لازم تتفرج عليه. رقم 9 لعشاق الافلام الرومانسيه الغريبه، فيلم رومانسي بس بنكهه احمد كمال بتاع الافلام كده، فيلم ويكر بارك. الفيلم ده نزل سنة 2004 يا جماعة. عارف انواع الافلام اللي هي بتقرقط ضوافرك واللي هو بص وراك يا ما لحقتيهوش ليه؟ عارف نوعية الافلام دي؟ هو ده يا معلم. فيلم قصة بسيطة جدا وبتعيش رحلة ليوم شاق لواحد بيعيش وبيسترجع في ايام الرومانسية. بنشوف قصة الفيلم، البطل اللي قايم بدوره جوش هارتنت، وانا بحب الممثل ده يا جماعة بالمناسبة كده، يعني هو بحسه ممثل اندر ريتد برضو شوية. عمل فيلم لاكي نمبرز 11 وكان حلو لو تفتكروه يعني، وبيرل هاربر وحاجات كتيرة طبعا، بس الفيلم ده بالنسبة لي هو احلى فيلم ليه او من اقوى الافلام ليه. هو واحد هيتجوز وعن طريق الصدفه حصلت حاجات كشفت له حاجات كتيره جدا من الماضي. الفيلم بيشارك بطولته ديان كروجر بتاع ترويا يا جماعه، وماثيو ليلارد بتاع سكريم، واداء اكتر من رائع لروز بيرن بتاعة انسيديوس وحاجات كتيره. الفيلم ده اول تلت ساعه منه هيجي في دماغك هتقول هو احمد كمال بتاع الافلام ده بيستهبل ولا بيستعبط ولا هو حمار ولا هو ولا ايه الملل والبواخه والريتم البطيء ده. وانا الصراحه اول ما شفت الفيلم ده حسيت بنفس الاحساس ده، بس بعديها يا جماعه بقول لك هتقرقط صوابعك، هتفضل خش يمين او شمال كده او اي حاجه. ويكفي يا جماعه في نهايه الفيلم انك انت هتسمع رائعه كول بلاي اغنيه ذا ساينتست، ولو ما كنت سمعت الاغنيه دي فاسمعها حالا، تخيل بقى في الفيلم. رقم 8 فيلم جادة جرينجو، ونزل سنه 2000
2012. تحب ميل جيبسون يا معلم؟ بتحب اللي هو طلت ميل جيبسون على السينما؟ بتحب الافلام الاكشن بتاعت ميل جيبسون بتاعت التسعينات الرائعه دي؟ ميل جيبسون في الفيلم ده يا جماعه بيرجعنا لاكشن التسعينات الرائع، وبيرجعنا كده لاسلوب وستايل فيلم باي باك لو حد كان شافه بتاع ميل جيبسون برضو، اللي هو كان زمان في شريط الفيديو في الجرايد او في بوستر السينما بتاعت هيلتون رمسيس، كان الفيلم اسمه المنتقم. الفيلم من اول ثانيه بيشدك وبيخطفك، وهتفضل تتفرج عليه لغايه اخر الفيلم، هتنبسط بالاكشن، هتنبسط بقى بجو السجن المكسيكي اللي دخله ميل جيبسون، مش عايز احرق لك اكتر من كده، هتقضي وقت لطيف جدا وهتنبسط بميل جيبسون كده اللي هو على الشاشه اللي هو يا فينك يا جدع، ومتضايق فعلا ان الفيلم ده مش واخد اكتر من حقه او محدش بيتكلم عنه من احدى الافلام الحلوه جدا لميل جيبسون الصراحه، فانصحك لازم تتفرج عليه هتتكيف. رقم 7 يا جماعه فيلم ذا فلاي، والفيلم ده نزل سنه 86. الفيلم ده يا جماعه طبعا حقق نجاح غير طبيعي، فالناس طبعا هتسالني انت ازاي بتقول عليه اندر ريتد. انا في الفيلم ده بخاطب الجيل الجديد، الجيل اللي ما شافش فيلم ذا فلاي او ما سمعش عنه. انا الفيلم ده كنت بتفرج عليه على طول على ام بي سي 2 وفجاه اختفى كده، اللي هو بطلوا يعرضوه، تحس نسيوه. الفيلم ده يا جماعه لعشاق الافلام الرعب، الساينس فيكشن، القصه والحبكه، فيلم عبقري واداء اكتر من رائع لجيف جولدبلم، واداء حلو جدا لجينا ديفيز. بتشوف بقى معلم تحول شخصيه، هو راجل عالم اخترع حاجه ممكن ينقل نفسه من مكان لمكان في نفس الحته كده، يعني هو يحط نفسه في هنا بعد كده يدوس على زرار يبقى هو هنا. ففي يوم اتنقل معاه دبانه كانت معاه هنا، فهو اتنقل فاخده من صفات بعض، او اللي هو الخليه بتاعت الدبانه دخلت فيه حاجه كده، فالراجل بيتحول للذبابه الملعونه، بنت الملعونه. الفيلم على قد ما انا بحكيه لك واللي هو ايه القصه الهبله دي، بس بجد فيلم فيه مشاعر، فيه قرف، في رعب، في إثارة، في تعاطف جامد قوي، وخاصة في آخر الفيلم. فيلم حلو قوي يا جماعة، يعني لازم تتفرجوا عليه الصراحة للجيل أو الناس ما شافتش الفيلم ده. رقم 6 فيلم كيب فير، والفيلم نزل سنة 1991، ودي سنة ميلادي يا جماعة. والفيلم بطولة روبرت دينيرو قايم بدور شرير. بجد انتوا هتشوفوا واحد من اروع ادوار روبرت دينيرو، هتشوفوا واحد سايكو بطريقه غير طبيعيه. يكفي ضحكته الشهيره اللي في السينما، يعني انت لو ما شفتهاش فاكتب كده على اليوتيوب، اكتب روبرت دينيروز لاف في كيب فير واتفرج على المشهد ده، هيحمسك كفايه انك انت تتفرج على الفيلم. هو واحد بيتربص لعيله و بجد هتخاف منه، هتقلق من روبرت دينيرو من بعد الفيلم ده. والفيلم فيه نيك نولتي وبدايات جوليات لويس، فيلم عبقري يا جماعه. وللمعلومه كده الفيلم ده اعاده الفيلم نزل سنه 62 اسمه كيب فير برضو. بس طبعا هتقول لي روبرت دينيرو ولا الراجل اللي كان، احنا هنهرج يا بيه، هنهرج دينيرو في حته تانية، فاتفرج على الفيلم ده. رقم 5 فيلم زودياك، الفيلم بطوله روبرت داوني جونيور وجيك جالن هال. كفايه ولا اتكلم؟ لا اتكلم. الفيلم ده يا جماعه لعشاق الافلام الغامضه والحاجات القصه الحقيقيه، الناس اللي زي حالاتي، انا بحب الافلام دي والنوعيه دي من الافلام او المسلسلات الصراحه. الفيلم بتدور في اواخر الستينات واوائل السبعينات في سان فرانسيسكو في امريكا، قاتل عمال يقتل ناس وعمال يستفز في الحكومه وعمال يبعت لهم رسائل اللي هو انتوا مش هتمسكوني، من الاخر يعني، والحكومه متجننه عايزين يقفشوا الراجل ده. القصة يا جماعة فعلا هتخليك عايز تعرف هيحصل ايه في الاخر، مسكوا الراجل ولا ايه اللي حصل ولا ايه اللي تم. احب ابشرك بنهاية غير متوقعة تماما، والنهاية الحقيقية بتاعت هذا الرجل الغامض. الفيلم طويل شوية يا جماعة بس بجد يستاهل يتشاف، ومضايقني ان في ناس كتيرة ما شافتش الفيلم ده. رقم 4 الفيلم نزل في السنة العظيمة بتاعت السينما اللي عملت عليها حلقة قبل كده سنة 94، فيلم An Interview with a Vampire. الفيلم ده من عشاق الافلام الرعب اللي فيها قصة حلوة تشدك من اولها لاخرها، وافلام بقى مصاص الدماء والحوار
الحوارات دي. فيلم مش اللي هو افلام الفامبايرز الفاكسانه وكده، فيلم كده يتوقف له كده وتتفرج عليه وانت رايق ومبسوط كده، سواء قعده شباب، سواء لما روحت بعد الشغل عايز تتفرج عليه. فيلم يستاهل الفرجه. مضايقني ان هو ما بيتعرضش كتير، ما بيتعرضش في عالمنا العربي كتير، يعني ما بحسش ان هو بيتعرض على ام بي سي 2 مثلا او دبي 1. ممكن اكيد بيكون اتعرض بس مش بكثافه كده. انا فاكر ان انا شفت الفيلم ده كان سهرايا في القناه الثانيه المصريه زمان، وكنت مدى انبهاري ومدى انبساطي. في عاده من وانا صغير ان انا الفيلم اللي هو ايه ده فيلم السهره جاي، كنت بجيب واشتري شريط فاضي واقوم مسجل الفيلم بقى، عشان سواء لو نمت عشان عندي مدرسه بكره فما يكونش فاتني الفيلم واتفرج عليه بكره. فالفيلم ده من ضمن الافلام اللي عاشت معايا كتير وكنت بتفرج عليها كتير جدا. بالمناسبه الفيلم بطوله براد بيت وتوم كروز وانطونيو بانديراس، ليله كبيره سيادتك. يعني نيجي عند رقم 3 بقى لعشاء الافلام الاكشن. الفيلم ده بالنسبه لي يا جماعه اكتر فيلم اكشن حبيته من ساعه ما اتولدت، ونزل سنه 91 سنه ميلادي يا جماعه، يعني فنانين بقى سوا. يعني فيلم ترمينيتر 2 Stay Here I'll Be Back. طبعا ترمينيتر 2 من اشهر وانجح الافلام اللي اتعملت في تاريخ السينما. حطيته ازاي يا ابو حميد في الافلام الاندر ريتد؟ ده برضو لازم اقوله للناس اللي ما شافتش الفيلم ده، وللناس من الجيل الجديد اللي اتولدوا وشافوا الافلام الخريانين بتاعه ترمينيتر الاخيره، اللي هم الجزء الثالث والرابع وسالفيشن وعبدكيشن وجينيسيس والحركات دي. الافلام دي ساءت لسمعه ترمينيتر. اللي بيحب سلسله ترمينيتر هو بالنسبه له ترمينيتر 1 وترمينيتر 2. فانت لو عايز تشوف ترمينيتر 2 لازم تشوف ترمينيتر 1، بس بجد والله يستاهل انك انت تتفرج عليه. بقول لك اكتر فيلم اكشن بحبه يا اخي. فيلم بقاله 28 سنه، ولو شفته سنه 2019 هتنبهر. فيلم انا اتربيت عليه، يعني فيلم الاكشن بتاعي اللي اتربيت عليه هو الفيلم ده. لما اخويا كبر شويه وابتدى يفهم بقى الافلام وخليته ابتدى يتفرج على افلام، وريته ترمينيتر 2. بالنسبه له الفيلم ده هو فيلمه المفضل لغايه دلوقتي برضه، برغم فرق الاجيال. يعني اخويا عنده 16 سنه دلوقتي. فانتوا كده فهمتوا قد ايه انا متحمس للجزء الجديد بتاع ترمينيتر اللي نازل السنه الجايه. طيب انت هتقولي طب ازاي يا ابو حميد متحمس وانت قلت على الافلام اللي فاتت دي خريانه، الاجزاء اللي هي بعد ترمينيتر 2 يعني؟ لا، ما انا احب اقول لك ان العبقري جيمس كاميرون اللي اخترع شخصية ترمينيتر دي اساسا في تاريخ السينما رجع، بس مش هقول لك اكتر من كده. رجع في الجزء الجديد وقال للجمهور والعشاء سلسلة افلام ترمينيتر، احب ابشركم واقول لكم ان الجزء ده يعتبر بعد جزء ترمينيتر 2 على طول، وارموا اللي في النص ده في الزبالة، يعني ده تكملة ترمينيتر 2 على طول. فانت مدرك يا معلم مدى الحماسة؟ الراجل ده بجد يعني مخرج مش طبيعي، مخرج سبحان الله. الراجل نزل تايتانيك جاب اعلى ايرادات في تاريخ كوكب الارض، بعد كده ساب الناس بقى تلعب 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 تلعب، يلا يا تلعب انت وهو، لحد ما نزل افاتار بعديها بكام سنه وتغلب على نفسه في تايتانيك وجاب اعلى ايرادات في تاريخ السينما، ولسه افنجرز محطمه يا دوب من كام يوم. يعني فانت قدام واحد عبقري رجع لسلسله افلام تقيله. وبالمناسبه يا جماعه ارنولد شوارزنيجر ده من اكتر الممثلين اللي انا بحبهم، برغم ان هو مش ممثل عميق وكده، بس ليه افلام حلوه. مش لازم تبقى الافلام اللي هو هوبا، بس افلام عشت عليها وحبيتها من وانت صغير، ولو جت في التلفزيون مش هتزهق منها. في النهايه فيلم لازم تتفرج عليه يا اللي ما اتفرجتش عليه، وهتشوف مدى ارتباطك بالشخصيات، ومدى ارتباطك بترمينيتر، ومدى ارتباطك بجون كونر والعلاقه اللي ما بينهم، والنهايه اللي بالنسبه لي من اكتر النهايات اللي شافوا الفيلم فاهميني، فانا مش عايز احرق. رقم 2، فيلم للرائع الراحل الاسطوري روبن ويليامز باي سنتينيال مان. لا 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 لا، الفيلم ده ذكريات وحاجات جميله يا الفيلم ده نزل سنه 99 اواخر 99 2000، وفاكر لما دخلته في السينما انا واهلي وانا وجدتي الله يرحمها. الفيلم عباره عن رحله انسان الي، هتشوف كميه مشاعر وكميه حاجات حلوه وموسيقى تصويريه رائعه. يعني انت بتدي كده شوف من دخله الفيلم تتر البدايه، من اول ما بيجيب لك الرابط ازاي بيتعمل والموسيقى اللي وراها دي،
فيلم اكتر من رائع، ومضايقني برضو ان الفيلم ده مظلوم شوية او مش واخد حقه زيادة عن اللزوم، لانه فيلم طب حلو. الفيلم ده لازم تشوفه كده كده يعني مع الاسرة، انت ومراتك، انت وخطيبتك، انت وصاحبتك، هيعجبكوا قوي. نيجي عند الفيلم رقم واحد، وهو فيلم بوي هود. للناس اللي شافت فيلم واندر وعجبهم من ترشيحي، احب اقولك اتفرج على الفيلم ده. الفيلم ده مفروض يتحط في موسوعة جينيس، فيلم تقفله احترام كده لكل صناع العمل، ولازم نديله حق. عارفين قصة الفيلم عبارة عن ايه؟ طفل بيكبر وانت ماشي معاه في رحلة حياته. طب ايه المميز في الفيلم ده؟ هتشوف اداء تمثيلي اكتر من رائع ممكن ما تكونش شفته قبل كده من ايثن هوك، برغم ان ايثن هوك ما كانش ليه مشاهد كتيره جدا، مش هو البطل يعتبر، بس هتشوف مثلا باتريشا اركيت، هتشوف واحده قايمه بدور ام، مش عايز اقول اقوى حاجه في السينما وبالغ، بس بجد انا يعني ما شفتش اداء ام كده من فتره او من سنين. طب خد بقى مفاجاه تانية، الفيلم ده يا جماعه معمول في 13 سنه. ايه يعني ايه؟ يعني يا معلم هو جايب لك رحله الطفل ده، الممثل ده كان طفل وكبر، يعني الطفل كان عنده 7 سنين، هو جايب لك قصته لحد ما تم 19 سنه. يعني تحيه للمخرج وصاحب الفكره ريتشارد لينكليدر. انت فاهم ان انا اكون قاعد في يوم وليله كده انا عايز اعمل قصه فيلم اعملها عشان تبقى من كتر ما هي واقعية، يبقى مش محتاج مثلا واحد يعمل مكياج وكده، لا هو الشخص ده وهو بيكبر، وبتشوف بقى قصته هو واخته اللي اكتر من رائعة برضو، ووالدته وابوه اللي منفصل عن امه، وشوف معاملته معاهم ازاي، وشوف اداء درامي بحت. فيلم تقيل، هو طويل يا جماعة شوية، بس انا الصراحة فيلم ما مليتش منه من اوله لاخره. الفيلم كله اخد 45 يوم تصوير، لو كل سنة ايوه السلام عليكم عاملين ايه، احنا معاد تصويرنا النهاردة، يخلصوا فركش معادنا بقى السنة الجاية ان شاء الله لما تكونوا كبرتوا كده شوية. فيلم العشاق الافلام الدراما الحلوة اللي هي تتفرج عليه وانت قاعد على السرير كده ومبسوط كده وتتفرج، وتعيش معاهم الحالة اللي هم فيها دي، وتبقى فرد من افراد الاسرة دي. ومضايقني برضو ان الفيلم ده يعني على قد ما تعبوا فيه كده وطلع حلو كده، مش ظاهر، مش موجود برضو يعني الصراحه يا جماعه في افلام كده ما تستاهلش الصراحه مشهوره اكتر من الافلام دي. بس يا معلم، وهو ده اللي انا اقدر اقوله لك في الليستة العشر افلام دول، فارجوك اتفرج عليهم وشوف اللي اتفرجت عليه وقول لي ونتناقش سواء مسجز على انستجرام او على الفيسبوك، هتلاقيني برد عليك كده كده. ولو عجبتك الفقره دي وعايزني اعملها تاني، بالمناسبه يا جماعه انا هعمل الفقره دي برضو على افلام اندر ريتد عربي، ناس ممكن ما تكونش شافتها او نسياها، حاجات زي كده. ما تنساش بقى تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، وسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات في الجزء الاول من الفقره دي. واحلى مسا عليكم. عندك الفيلم ده يا معلم مثلا كذب في كذب، جيم كاري. بص يا معلم مكتوب لك ايه، بس كاتب لك قصه ورا. صاروخ الكوميديا جيم كاري في افضل ادواره يلعب دور محامي يعتمد على الكذب والخداع. مش عايز تعرف اي حاجه عن القصه. شفت ايدك حضنا ايده، شفت جوه عينيك يا عيدو. يلا بقى يا اخي ما تخلينيش اتعصب عليك. ما تخلينيش